طيب تعالى بقى نطمن برضو، علشان اكيد اكرم توفيق ناس كتير كانت بتسال عن حالته ايه الجديد. دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي للفريق هو طمنا وقال ان هناك تواصل مستمر مع اكرم توفيق لاعب الفريق بعد عودته للقاهره، وبعد ما تعرض طبعا للاصابه بقطع في الرابط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب في بطوله كاس الامم الافريقيه زي ما حضراتكم عارفين. وهو كمان اوضح ان اللاعب حصل على راحه بسبب طول رحله العوده للقاهره، وانه هيخضع للفحوصات او فحوصات طبيه جديده ودقيقة للوقوف بقى على التطورات أو تطورات إصابته قبل البدء طبعا في التجهيز للعملية الجراحية اللي هيجري. كمان الأهلي ترتيبات مكثفة من أجل سفر اللاعبين للخارج لإجراء جراحة الرابط الصليبي ليه. فيعني أعتقد برضو حاجة مطمئنة شوية الإجراءات دي، أو إن احنا نعرف الأبديتس يعني خطوة بخطوة إيه اللي بيحصل. بس إن شاء الله يعني طبعا احنا كنا أصلا مع بداية الموسم يا كريم بنقول إن احنا مش عايزين أي إصابات، ويا رب يعني ما يكتبها تاني. الموسم اللي فات تعبنا من كتر الإصابات والغيابات اللي كانت موجودة، سواء كورونا او يعني حاجات في الملاعب، اصابات ملاعب. فيعني على كل حال واضح ان لا يخلو اي موسم من اصابات فعلا. لا واكرم كمان بحكم انه لعيب راجل قوي وبيلعب بشغف وبيلعب بقلب وبيلعب برجوله، الحقيقه دايما يعني الواحد دايما بيسعد بوجود النمط ده، النموذج ده من اللعيبه اللي فعلا عارفين كويس قوي قيمه وقدر فكره ان هو يبقى لابس سواء تيشيرت النادي الاهلي او تيشيرت المنتخب. فبنتمنى له يا رب ان شاء الله الشفاء العاجل.